السلام عليكم، معكم السيده فاتحه حانون مرات السيد حميد بودن، اللي وقع له واحد المشكل مؤخرا. وواحد النهار سمعنا بلا البوليس كيقلبوا عليه، جاتو الاخباريه بانه كيقلبوا عليه. مشى قال لك اودي انا غادي نمشي نشوف نعرف المشكل اللي شنو واقع. فاش مشى لعندهم قالوا له، قال لهم اودي شنو كيتقلبوا عليا، شنو المشكل اللي واقع لي انا باش نعرف شنو كاين. شدوه خلاو 48 ساعه وقدموه للوكيل. ملي دخل عند الوكيل قال له شنو المشكل اللي عندي، قال له الوكيل لو دير واحد السيد هنا راه كيتهمك انك تابعتي له المخدرات. هو ملي شاف بحال هكا قال له ودي انا ما كنبيع ما والو، انا خاطيني من هذا الشيء. وصافي من تما بدات المعاناه ديال هذا المسلسل هذا كامل. بدا انا ووليداتي دابا وراجلي واتهموا بهذا الشيء هذا، وهذا الشيء ما كاينش. ودابا كنطلب من العداله ومن القضاء ياخذ الحق ديالو، يبين الحق ديالو. انا ما باغا حتى شي حاجه من هذا الشيء، باغا غير الحق ديالو يبان. عندنا الثقه في القضاء المغربي والعداله المغربيه، والله ينصر سيدنا. ولو كان هذا السيد بصح كيدير هذا الشيء ما غاديش الناس الجيران كاملين وقفوا معنا وداروا عارضه بالله هذا السيد ما كيديرش هذا الشيء. كاملين جاوا وقالوا بالله هذا السيد خاطئ وحنا كنشوفوا شنو كيديروا. ها هي العارضه مكتوبه هنايا ديال الساكنه ديالنا. كاملين جاوا هنا قال لك اودي حنايا هذا السيد غير ظلموه وحنايا معاكم وهذا الشيء. راه قال لك حنايا نجيو ونسيني ونمشيو حتى فيما بغاو بالله السيد راه خاطئ من هذا الشيء. ودابا انا باغا غير الحق ديال الراجل يبان، ما باغا حتى شي حاجه من هذا الشيء، باغا غير الحق ديال الراجل اللي يبان. والله ينصر سيدنا من هذا الشيء كامل، الله ينصر سيدنا والله يبين الحق وياخذ ويشافيه. والله ينصر الحق والله ينصر سيدنا والله يخلي لينا ويخلي فوق راسنا. والله يشافيه، الله يتعرف به يشافيه ويخلي لينا. الله يخلي لنا بركه والله يشافي ضر وضر المسلمين وضر من قال لا اله الا الله محمد رسول الله.